الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية نظم بطولة للدومينو، هذه البطولة خصصت للمكفوفين، خصص أيضا بطولة طاولة، بطولة أيضا خصصت لذوي الإعاقة الحركية، وكمان نظم بطولة فوت فولي للصم والبكم. الكلام ده يا جماعة بيحصل للمرة الأولى في مصر، وبيأتي ضمن الاحتفالات الخاصة باليوم العالمي للأشخاص ذوي الهمم. هذه البطولات شارك فيها حوالي 250 شخص من ذوي الهمم من محافظات المنيا وبني سويف وأسيوط. تجربة جديدة بالفعل، نحن نشوف ثلاث بطولات لأكبر تجمع من ذوي الهمم في مكان واحد. في تفاصيل كتير هنعرفها من الأستاذ أحمد البكري رئيس الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية اللي هيكلمنا دلوقتي عن هذه البطولات. صباح الخير يا أستاذ أحمد. صباح الخير، اهلا وسهلا. صباح النور، ازيك يا مصطفى؟ ازيك يا بسنت؟ صباح الخير. ازي حضرتك يا استاذ احمد؟ اهلا اهلا اهلا. قول لنا عملتوا ايه وازاي جمعتوا هذه الاطياف الثلاثه على ارض واحده، والنتيجه انت راضي عنها ولا لا؟ احنا الفكره جت اصلا ان احنا احتفالا باليوم العالمي للاشخاص ذوي الهمم، ان احنا فكرنا نعمل لهم بطوله، لان احنا كمان اكتشفنا ان في مكفوفين بيلعبوا دومنه. ده غير الالعاب بتاعتنا، في الاشخاص ذوي الهمم بيحبوها وبيمارسوها بشكل كبير فعلا. فاحنا بالتنسيق مع مديريه الشباب والرياضه في بني سويف والمنيا واسيوط، المديريات دي بيبقى فيها مكاتب للاشخاص ذوي الهمم اللي بيمارسوا الرياضه، احنا وثقنا معاهم وجمعنا الاعداد اللي كل الاشخاص اللي بتحب الالعاب اللي عندنا، مثلا بيمارسوا الدومنه جمعناهم، بيمارسوا الطاوله، الفوتبولي زي الاشخاص ذوي السم والبكم، وعملنا لهم زي يوم احتفال رياضي بطوله شارك فيها 250 لعيب بتاعتها، والحمد لله اليوم كان جميل جدا والناس كانت مبسوطه وطلبوا ان يتكرر الموضوع ده اكتر من مره في السنه يعني، ومحافظات ثانيه ابتدت تتواصل معانا ان احنا نبتدي نعمله عندها كمان. طيب حلوه قوي المشاركات دي، عجبانه جدا يعني، الف الف مبروك ليهم. حابين نعرف لو البطولات دي اول مره بيتم تنظيمها في مصر، وعدد المشاركين فيها كان قد ايه؟ يعني احنا مبسوطين انه هم حابين يشاركوا في مثل هذه البطولات، عددهم كان قد ايه ولو اول مره بتحصل في مصر؟ احنا كان عدد المشاركين في اليوم ده 250 مشارك، ما بين اعاقه بصريه واعاقه حركيه وسم وبكم. احنا قبل كده كنا نظمنا بطولات للاتحاد، كنا عملنا فيها دمج مجتمعي للاعاقات الحركيه ان هم بيلعبوا مع الاسوياء في البطولات العاديه عندنا، الاتحاد سرح بالقصه دي. ده بالنسبه لليوم ده اللي شارك فيه. المثل ربما بيدلل على ان الناس دي جواها طاقات كامنه احنا ما نعرفهاش، يعني مثلا طه حسين، عمار الشريعي، عندنا نماذج كبيره جدا حتى على المستوى العالمي. انت استفدت ايه على المستوى الشخصي؟ يعني اكيد انت كاحمد استفدت لما شفت هذه التجارب، احساسك الشخصي كلمني عن احساسك بعيدا عن الكلام الفورمال والرسمي خالص. انا صراحه كنت سعيد، واولا كنت مظلوم لان انا الدومينو الامريكاني كلنا عارفين ان هي بتعتمد على الحسابات، ايوه، وبتعتمد على حظ الورق. صحيح، كل فما اكتشفت وهم حاسبينها ازاي برضو، ايوه، متميزين فيها جدا ومتميزين. أيوه ده حقيقي. وفي ناس منهم لعبوا اسوياء وكسبوا في اليوم ده حتى على سبيل يعني الفور فن يعني. فعلا. فعلا. فانا بصراحه كنت سعيد جدا ان هم، وبالذات ان احنا حطينا بهجه على وشوشهم، وهم كانوا مبسوطين جدا كمان ان هم يعني حد مارسوا رياضه. وبالذات ان احنا البطولات دي ليها بطولات عالم وممكن يشاركوا في بطولات عالم بعد كده. فانا عن نفسي كنت سعيد جدا، ويعني اول حسيت بصدمه الاول لما شفت ازاي بيلعبوها وبيحسبوا الارقام وحافظين الكروت بتتلعب ازاي، وبعد كده سعاده طبعا. حسيت انك اضفت ليهم يعني. طبعا. طب ايه هي الالعاب اللي بيضمها الاتحاد المصري للالعاب الترفيهيه غير الالعاب دي؟ احنا الالعاب غير الطاوله والدومنه والفوت بولي، عندنا حاجه اسمها الكورف بول، عندنا البازل تبع الاتحاد، عندنا باكت. دي الالعاب اللي بيضمها الاتحاد. هايل. هتجول بهذه المسابقه ولا هتفضل في مكان محدد؟ يعني المحافظات المصريه على امتدادها، يعني امبارح كان عندنا احصائيه، كان عندنا نائبه في البرلمان بتقول عندنا من 12 ل 14 مليون شخص من ذوي الهمم، عدد كبير يعني، بتتكلم في حوالي مثلا قول 12% من المجتمع المصري على الاقل. هل باقي المحافظات هتشوف الكلام ده؟
هو طبعا دكتور اشرف صبحي بسبب نجاح اليوم ده هو وجه ان احنا نبتدي ننتشر في المحافظات كلها، يعني نجمع كل ثلاث اربع محافظات قريبه من بعض ونبتدي نعمل لهم مسابقات زي كده، وده ان شاء الله في الخطه بتاعتنا الفتره الجايه باذن الله. هايل، كل الشكر ليك استاذ احمد البكري رئيس الاتحاد المصري للالعاب الترفيهيه، والف الف مبروك.